اهلا بيكم، معاكم تامر صلاح. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع لذيذ كده وخفيف عن البراندنج بشكل عام، بس عن جزء معين في البراندنج والتجربه، ازاي تربط البراند بتاعك بتجربه جميله مع العميل. هبدا الفيديو بجمله ذكرها احد العملاء بنفس الكلام بتاعها عن عميل راح فندق في هونج كونج، كان بيقول ايه: منذ اكثر من 5 سنوات اقمت لاول مره في فندق كونراد في هونج كونج. في الغرفة في دورة المياه على حافة حوض الاستحمام وجدت بطة مطاطية صفراء ولها فم أحمر. أنا وقعت في حب الفكرة وفي حب البطة في الحال. لقد أصبحت أكثر شيء أتذكره عن الفندق وأصبحت نقطة البداية التي تذكرني بكامل تجربتي في الإقامة في الفندق. كنت قاصد ان انا اتكلم عن نفس كلام العميل اللي قاله واللي كان بيذكر كده لغايه دلوقتي في الارتكلز والكتب اللي بتتكلم عن السيتويشن ده. العميل ده بيذكر يعني تجربته كلها في الفندق، اللي كان فاكره من الموضوع هي البطه الصفراء اللي محطوطه في الحمام بتاع الفندق، حاجه تحسها غريبه، ولكن هو اهتم بالتفاصيل، الفندق اهتم بالتفاصيل البسيطة اللي ممكن ما يعني تعدي على كل الناس او ما تفرقش مع كل الناس، بس مع عميل واحد بس فرقت معاه، ان هو حطيت له حاجة لطيفة بتذكره يمكن بالطفولة زمان، ان هو لو قاعد فعلا يتسلى شوية، حاجة يعني سيمبل جدا وبسيطة، بس اهتمام بالتفاصيل هو ده اللي فرق معاه التجربة كلها. الجزئية دي بتفرق معانا كلنا في الحياة، ودي طبعا يعني تحت نطاق الاكسبيرينشال ماركتنج، التسويق بالتجربه، ازاي تخلي العميل يفتكر هو بيشعر بايه من البراند بتاعك او المنتج بتاعك، ودي اكتر طبعا في الخدمات بس موجوده برضو في البراندز بتاعتك، الشعور اللي بيتولد عند العميل من استخدام البراند بتاعك او السيرفيس بتاعتك، ازاي هيحس بايه، هيشم ايه، هيفتكر ايه، هيسمع ايه لما تيجي يعني اسم البراند بتاعك او يفتكره. وده يعني في كتب بتتكلم عن الموضوع ده، حاططها لكم في التعليقات في المقال ان شاء الله. بس انا حابب يعني كلنا هتلاقينا عندنا نفس يعني عشان تتاكد من فاعليه الموضوع ده، كلنا هنفتكر مواقف كتيره. انا اول لما قريت المقال ده مثلا افتكرت على طول اخر فندق كنت فيه مثلا في تركيا، ازاي كان في ريحه مميزه، ريحه ليمون كده مميزه غير الروائح العاديه اللي انت متعود عليها لما تروح فندق او مكان معين. الريحه دي كل ما بشمها دلوقتي افتكر الفندق بالتجربه بتاعته كلها. كان فندق كويس وكل حاجه، بس اللي افتكرته هي الاضافه دي اللي كانت مميزه فيه في كل الطوابق بتاعه الفندق. افتكر مثلا كنت في توكيل سيارات زمان، كان عندي التوكيل دايما وانت بتروح تنتظر، بدل ما كان الوقت بيبقى مزعج وسيء دايما بيديك كوبون كده صغير لمشروب او وقهوه مثلا او حاجه تاخدها وانت منتظر، فكان الموضوع تجربه لطيفه وكان المشروب كويس وانت طبعا بتاكل معاه حاجه، بتعمل، كانت التجربه لطيفه بسبب الكوبون ده وقيمته مش كبيره. بعد كده لما غيرت المعرض او غيرت التوكيل بتاعي كان فعلا التجربه بتبقى سيئه. بقارن ازاي هناك بنسى بقى الخدمه نفسها، بنسى المنتج نفسه وبفتكر الحاجه البسيطه دي، السامبل الجستر كده البسيط اللي خلاني احب المكان اكتر ويتغاضى عن اي عيوب تانية. بفتكر مطعم برضو جه في دماغي على طول، مطعم سوري كده جميل بتاع شاورما وكلام من ده، دايما صاحب المكان او الشيف المسؤول يقعد دايما كل ما طول ما انت قاعد في الانتظار مش محتاج حاجه، بدك شيء، حتى انا فاكر المسمى، طب اجيب لك، يكون في ولاد صغيرين يجيب لهم بطاطس وهم قاعدين كده، حاجات سيمبل بسيطه مش مكلفه، كل ما تاخد الاوردر ومع كل الناس وكل مره، عشان انا يعني لازم تؤثر ان تحس ان حاجه سنسير، ان حاجه حقيقيه، دايما مش عايز حاجه اضافيه، بدك شيء اضافه اي حاجه والله، مش ويبقى تحس انه فعلا مهتم بالموضوع ده. ده كان بيفرق معايا جدا، بغض النظر عن الاكل مثلا ما كانش ممكن يبقى هو التوب يعني، بس كنت احب اروح عشان الخدمه المميزه دي والطريقه الجميله والتعامل اللطيف. نفس الكلام بنحاول نطبقه في شغلنا عامه، في شغلنا تحديدا، نهتم بتفاصيل صغيره، حاجات قريبه للبطه كده، انك تهتم بيها. حتى الزملاء اللي كانوا يشتغلوا معانا دايما يستغربوا، محدش ياخد باله، مش ده الكور بتاعنا. طبعا الاضافات دي بتهتم بيها بعد ما تكون خلاص ضامن ان الكور فاليو بتاعتك والكومبتنس بتاعتك اوريدي انت بتعملها كويس، بس الاضافات دي مهمه جدا. وكنت بسعد دايما لما الاقي حد ياخد باله من حاجه زي كده وتبقى بالنسبه له تساعده ان هو يبقى ديلايتد او يبقى مسرور اكتر.
فباختصار الكيس اللطيفة الصغيرة دي غرضها ايه؟ ان انت دايما بتحاول تلاقي الدك اللي تربطها بالبراند بتاعك ايا كانت، مش شرط حاجة واحدة، كمان انك تحاول في البراند بتاعك تربط فيه حاجات كتيرة لطيفة جايز حد من العملاء ياخد باله منها، وتبقى هي دي البطة بتاعته اللي يفتكرك بيها واللي يذكرك بيها لمدة طويلة جدا، عكس حاجات كتيرة بتعدي عليه سواء حلوة او مش حلوة قوي بينساها تماما بدون اي ذكرى، وما يحاولش يرجع تاني ان هو يزورك او يشتري المنتج بتاعك تاني او يتكلم عليك بشكل ايجابي. شكرا ليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتابع في فيديوهات جاية. شكرا.